يلا اسمك يا عم، ايه اللي حصل؟ دي اتضربت عروض في وسط زمايلي. قول لي يا عم احكي لي ايه اللي حصل؟ دي اتضربت في وسط زمايلي. اه ليه ليه؟ ليه؟ دي ضربوا علينا. عشان ايه؟ يمشونا من الميدان. اه انتوا مطالبكم ايه اصلا؟ مطالبنا حق الشهداء. حق الشهداء. اه دي ايه ده؟ وريني الفرخه ديت كده وريها لي. لو انا ساعدتني خد بالك. طب ماشي ماشي، شكرا شكرا. يا كابتن ايه السبب؟ ايه السبب؟ السبب انا سامع كذا كلام بيتقال، بيقولوا ان اهل الشهداء كانوا بيفصحوا على البالون. الدخان هنموت. اهل الشهداء كانوا بيفصحوا على البالون. اه وبعدين؟ يقال ان اهل الشهداء بيقول لهم انتوا عاملين لنا حفله ليه؟ واحنا اولادنا لسه دمهم ما بردش. اه فالامن شد معاهم. الكلام ده لسه سامعه من واحد بيقول ان هو كان هناك. وبيقول ان اهل الشهداء شافوا صوره حسني معموله بالرخام، فحصل شد وجذب من الامن وادى لذلك، وده اللي حصل بقى لغايه اما جم هنا. الكلام ده انا جاي من البيت عشان اعرف ايه اللي بيحصل في ميدان التحرير اللي احنا جينا هنا وبيتنا فيه عشان خاطر ننقذ الناس. انا ما عرفتش ايه اللي بيحصل، انا ما عرفتش ايه اللي بيحصل، ما عرفتش ليه الناس بتعمل كده. الحقيقه فين انا ما اعرفهاش. صور دي، صور دي. بس بس بنضرب شباب مصر بفلوس مصر، بفلوس مصر بنضرب شباب مصر. مين يقول كده؟ موتوهم عند نادي البالون. ايه اللي حصل طيب؟ ضربوا اهل الشهداء عند مسرح البالون. انت كنت ضربوهم، طلعوا عليهم بلطجيه. الاول البلطجيه طلعت، وبعد كده الشرطه بقى ضربت معاه البلطجيه. ضربت معاه، خدت ضربت معاه بلطجيه، وده خدت منا سبعه. كنت فعلا هناك؟ خدت منا سبعه. خدت مننا سبعه. خدتهم هنا من اهل الشهداء. طب ليه خدتهم وزاره الداخليه من غير ما يعملوا اي حاجه؟ عشان عاملين وقفه عند المسبير واهل الشهداء، عشان عاملين وقفه مع المسبير. كانوا بيعملوا مؤامره الشهداء ولا دول بتوع مدينه السلام اللي بيعملوا مؤامره في مسرح البالون؟ جم البلطجيه ضربوه ماشي، اتصلوا بالشرطه، الشرطه جت ضربتهم مع البلطجيه، خدت منهم معرفش اربعه ولا سبعه، خدتهم هنا. لسه مش شويه بقالي ساعه كده. الخبر نزل على النت، نزلنا احنا لان انا مش هسيب اهالي الشهداء اللي هم اخر حاجه بنفكرنا بالثوره يتضربوا منهم. سمعتوا دلوقتي والله لسه داخليه بتاعت الميكروفونات بقول لك احنا هنبيتكم، هنبيتكم بيشتم شتيم مصطفى. انا مش هينفع اقولها قدام الكاميرا من الميكروفون من العربيات المصطفى. بقول لك احنا هنبيتكم اهو يا ولاد. عمالين جايبين بلطجيه ومعاهم اسلحه وسيوف وسنج وحاجات كبيره كده، وعمالين جايين من الشارع دوت كتير. 50 60 الشرطه معاهم بلطجيه. هم دلوقتي بيشتموا الناس، وانا الناس هنا قالوا ان دي سلميه واحنا عايزين نقعد في الميدان، وهم بيشتموا الناس بالفاظ قبيحه جدا. هنمشيكم من الميدان يا اولاد الميدان، وبيستفزوهم يعني. وده بصراحه يعني المفروض الحكومه تتدخل تتصرف. احنا الشعب، احنا اللي نبيتهم، احنا اللي نبيتهم، مش احنا اللي نبيتهم. هم بيشتغلوا عندنا. اللي حصل يوم 28 يناير لما قلنا ان حرق الاسلام هو الهوى 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 الهوى.
هم عايزين